انعكاس الحزم الذي رافق أداء الطلبة الثانوية العامة على طلبات القبول الموحد في الجامعات الرسمية، والذي جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحان الثانوية العامة. فالتراجع الكبير في أعداد الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الحالي، والذي بلغ عددهم الحالي 31,000 طالب مقارنة ب 55,000 في العام الماضي، أدى إلى تغيير في معدلات القبول الموحد، الأمر الذي أوقع الكثير في إساءة اختيار التخصصات. أنا قدمت حقوق قانون وطلع لي زي ما بدي بالقبول الموحد، يعني مو موازي، بالجامعة الأردنية، وطلع لي أول خيار مثل ما بدي. قدمت كمبيوتر ساينس وطلع لي كمبيوتر ساينس. على الرغم من موافقة القبول الموحد على اعتراضات نحو 3,000 طالب ممن أساءوا الاختيار، إلا أن العديد من الطلاب استسلموا للأمر الواقع والتحقوا بتخصصات ليست من ضمن رغباتهم. ما طلع لي مثل ما قدمت، وكنت مقدمة مثلاً صيدلة وتخصصات طبية وهيك، طلع لي في العلوم. قدمت محاسبة، طلع لي تنافس علم المكتبات ومعلومات، فما بدي. بدي أحول بكلية الأعمال، لأنه أنا ظهر دارسة أي تي، ومعدلي 83.6 وما طلع ليش يعني تخصص. قدمت بطلب القبول الموحد على صيدلة أو هندسة عمارة، وطلع لي أحياء، وأنا ما حبيت هذا التخصص أبداً. الواقع الجديد التي فرضته إجراءات وزارة التربية والتعليم وارتباط ذلك بسياسة القبول الموحد يدفع طلبة الثانوية العامة للعام الحالي إلى الحرص على تحقيق معدلات تبعدهم عن تجربة مسيئي الاختيار. في المقابل، بات واضحاً أن سياسة وزارة التربية والتعليم أصبحت تتحكم بسياسة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، الأمر الذي يفرض تنسيقاً واسعاً بين الوزارتين لضبط مخرجات التعليم وحاجات السوق من التخصصات والتوجيه إليها. على الرغم من سلبيات التحاق الطلبة بتخصصات لا يرغبون بها، إلا أن تعليمات وإجراءات ضبط امتحان شهادة الثانوية العامة يساهم في إزالة تشوهات شابت العملية التعليمية منذ سنين. جورج برهم، رؤيا